مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة في برنامجكم أمنية مصرية. مش هينفع نبدأ حلقتنا النهاردة من غير ما نهني الشعب المصري على تأهلنا لكأس العالم بعد 28 سنة. طبعا دي فرحة مصر كلها عاشت فيها، وكانت كمان متزامنة مع احتفالات نصر أكتوبر. كان أمنية كل مصري إننا ننجح ونصعد، لأن ده هيفرق مع مصر بشكل إيجابي، سواء من الناحية الاقتصادية أو تنشيط السياحة. الحلقة